عاد احنا بنغي باجك جديد دقلة نور دقلة النور السعر اخويا 8 يورو برك 8 يورو دقلة طلقة اخويا دقلة النور وعندك لوبال ريفاج هذا فيها 2 كيلو الكرتون اون افون 11.99 هذه تاع الجزائر ها خويا ناسور كنت تاع الجزائر ها وعليها الطلب بزاف خويا انا اليوم جبنا باليتا قاعد غير كنتنا ولا 30 كرتون ميم كنت بيان سور خويا كنت هنا ما شاء الله ما شاء الله وما ناس نبيعوا نتعداو بكم الكوتي نتاع العسل نتاع الجزائر خويا عندنا الرب نتاع التمر العسل نتاع التمر راكم تشوفوا فيه لي فغي عسل 25 اورو الكيلو صافي فوالا سي لو موان شير الله خويا ما شاء الله ما شاء الله الدقله تاع الجزائر خويا 500 خوا خويا من بسكرة تورغا بسكرة تورغا هذه من الجزائر من تورغا اضحك شوية لا بتمشي الدقلة عندي دقلة طيارة دقلة بسكرة دقلة خويا دقلة منورة الكيلو 8 اورو دقلة بسكرة خويا فهمني سقطنا على الدقلة الجزائرية خويا الجزائرية جينا هاي شوف الدقلة تاع الجزائر انا جيت البارح من البلاد وكيف كيف ما جبتش معايا نشري منه ان شاء الله برك صحابتي تزاي سلم عليهم وقول لهم مرحبا بكم في اليوم هلا بك هيا ها قبل خويا يقول له قبل اخويا عليها قبل باهي برشا على الدقلة تاع الجزائر حاجة باهية يجيونا كل يوم وفرحانين على خاطر سلعة مليحة عسل النار الخيرة في العالم جا كاين واحد النوع يروح ديك السعودية الامارات السعودية قطر كاين واحد الكاليتي ما يسحبناش الكاليتي غالي بزاف بعض ما تشوفها لداخل كتفه الله بينما الاسعار يعني غالية بالنسبة للمنتوج في حد ذاته يعني كما يتباع في الجزائر يعني الكيلو راهو 8 اورو حتى 9 اورو في بعض الاحوال في رمضان تطلع الاسعار اكثر واكثر والنوعية ما شاء الله يعني ماهيش بالنوعية يعني السيئة يعني الجودة الأولى يعني هاي